الأزمات تعلى الجرعة الإنسانية. الوش الاقتصادي المادي اللي الناس عايشة فيه بيقل وبيعلى عندهم حسهم الآدمي. امبارح اتصلت بيا صديقة اسمها رشا، قالت لي في أزمة في المنظفات والمطهرات، وفي ناس مسنين مالهمش حد ينزل يجيب لهم الحاجات دي، فهنزل ألف أجمعها لهم. قلت لها هاجي معاكي. عدت عليا لتاني مرة أشوف شوارع القاهرة في عمري هادية بالمنظر ده، محلاتها قافلة يا دوبك، مفيش الساعة 7 كله على وشك إنه يقفل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا رشا، عاملة ايه؟ اتوحشتيني. انت كمان، يلا بينا. قولي لي يا رشا احنا هنروح فين؟ ان شاء الله. بصي انا عايزه اوصل الكحول باي شكل كان، هنطلع ان شاء الله دلوقتي يعني على تخمين شارع القصر العيني ممكن نلاقي فيه الكحول، ونشوف الدنيا فين. انا حاولت انزل الصيدليات، جمعت جوانتيات، فاضلي الكمامات وفاضلي الكحول، وعايزه الازايز الصغيره دي. انا عارفه اماكن اللي هي الازايز اللي بنعمل فيها البرفيوم، فهروح برده المكان ده. طب ما بتوع البرفيوم عندهم كحول بيعملوا بيه البرفانات. انا عايزه الكحول اللي هو ال 70%. سالت كذا حد قالوا لي نطلع على القصر العيني، شارع القصر العيني. ممكن نلاقي ان شاء الله بامر الله يا رب. على الله. هننزل في مكان فاتح اهو، انا شايفه كل الحاجات كلها. طب يلا اقفلي. طيب يلا بينا. يمكن ده تالت او رابع مكان نروحه، غير ان هما بيقولوا لنا اسعار عظيمه. بس مش هنلبس كمامه؟ احنا جايين ندور على كحول او كمامات او بنوسط اللي احنا بنعمله. انت قلقان من ايه؟ انت قلقان من الكاميرا؟ ما تخافش بابا، ما تخافش حاجه يعني. لا في لو ما فيش وقول لي ايه سبب الازمه. قول لي في او ما فيش وقول لي سبب الازمه. اسعار ثانية شركات معليه. قول لي اتفضل. ليه ما فيش الشركات هي اللي معليه الساعه؟ يعني في بس الشركات معليه. بس ما فيش فسوق هنا. ها؟ ما فيش فسوق هنا. ما شاء الله نلاقي هنا خالص. لا. بجد؟ بس كده كده كل مش مخصوص لحد. نلاقيه فين؟ وسط البلد. فين في وسط البلد؟ شارع الجيش. شارع الجيش. ميدان الجيش. ما بتوع الكيماويات والكلور وكده. صح؟ مش مهم. مش مهم. احنا قلنا هنا يا جوزي. مش هقول بعدين. طب ما فيش عندك الجلافزات؟ ما فيش عندك الكمامات؟ بما ان هي اللي ترجمت الطريق. نعم؟ جلافزات. اوكي؟ فين؟ ده كان بكام بقى؟ ايه؟ ده كان بكام؟ 65. وبقى؟ 65. ما زادش قوي يعني. طيب ده بكام؟ ده 100. 100؟ وما فيش فيه ازمه. لا مش لازم تكون. طيب انا عايزه كام هي الكرتونه فيها قد ايه؟ كرتونه فيها قد ايه؟ لا ده كل فرد 2. كل فرد 2. 2؟ ايوه طبعا عشان ما تعمليش ازمه. طب انا عايزه اعمل ده، انا يعني ايميت ما عندهاش طوعيه، فانا اوريدي عامله ده شير ماشي، فعايزه انزل اوزعه، فانا محتاجه كميه مش اكتر. انا مش لسه عندي اللي غيرها. هستأذنك انا بص خلاص. لا 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 هو معاك. طيب اوكي. طب مش هناخد كل واحده فينا البيتين؟ مش ممكن. طب ما انتوا الاثنين مع بعض يا سيدي. لا عشان لا مع خلاص هو معاه حق. هو معاه. اوكي هو معاه. عشان ما نتعملش ازمه في البلد وترجع في الاخر نقعد نعيط برضه احنا فيه. هو معاه حق. الكمامات واللوسه فيها والمسواك. طيب الكمامات مش عندك؟ لا دي انا مش شغال فيها اصلا. طب الاقيها فين؟
طب خد منها طيب وهات ليها الباقي. وسط البلد شارع الجمهوريه. ميرسي جدا شكرا جدا. اسم حضرتك ايه؟ عباس. ايه؟ عباس ابن فرناس يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. ربنا يخليك. كده انت معاكي جلابزات بس؟ اه انا جبت علبتين برضو حتى نفس الموقف، جبت علبتين وعلبة كمامات. هو ده اللي انا عمالة اقدر اوفره من الصيدليات، ما فيش اصلا وممنوع ان هو اي حد ياخد اكتر من علبتين فعلا. فانا مش عارفه اعمل ده ازاي، يعني انا عايزه اعمل بس ده حلو الناس ملتزمه. اه اوكي انا ما عنديش مشكله بده. اه بس انا فعلا عايزه اعمل بكميه اكبر. تعالي نروح وسط البلد. اوكي شارع الجمهوريه. شارع الجيش. فرحت جدا بموقف عباس اللي انا متاكده انه كان حقيقي، مش عشان قدام الكاميرا فقط. عباس واغلب التجار بيرفضوا يبيعوا كميات كبيره لشخص واحد فقط، حتى لما انا طلبت منه رفض. اكيد مش كل التجار كده، اكيد في ناس هتستغل الموقف. المهم كملنا رحلتنا انا ورشا بحثا عن الانسانيه الموجوده بكثره في هذه الايام. واحنا في الطريق كانت التليفونات بيننا وبين تجار كتير وناس اكتر بتحاول تحل بكل طريقة وبيحاولوا يستغلوا برضو. بصوا قد ايه الناس ساعة الازمة كتير منها جميل. انا بس عايزة يعني اقرب مكان بس مش اكتر، يعني انا هطلع على اليوب دلوقتي بس الحاجة دي متاحة فعلا؟ انا عايز رحت جبت امبارح. رحت جبت امبارح. المشكلة دلوقتي إن في قانون القفل ده، الناس قفلت وسمعت الكلام الحمد لله، فمش هتلاقي حد فاتح. يمكن هناك تلاقي حد فاتح بالغلط. كملي على طول. كويس. اه طبعا كويس إن الناس قفلت وسط البلد. هجيب لك كلوب. يلا يلا. وكحول. لا ما عايز كلوب. ها؟ مش سامعة. طب الاقي فين؟ بتوع أغذية. طب نلاقي فين؟ هو حضرتك عايزة كلوب ليه؟ للتطهير للنظافة. رحت من أي حد كلوب هيجيب لك كلوب. بجد؟ عادي متوفر. وكحول. إيه؟ وكحول. موجود. طب وريني كده. موجود بس مش في الأماكن اللي هو مش هتلاقي هنا أهو. ربنا يخليك. انا ممكن اسال سؤال؟ ربنا يخليك. طب استنى ما تمشي. لو دورنا على كلور ننضف بيه. لا طب حضرتك احنا هنا هنا كل المنطقه هنا مش فيهاش بس بوليات. الصبح كله قافل دلوقتي. اه دلوقتي كله قافل. اه هو هنا احنا. السلام عليكم. بس الاغذيه تمام. اه ماشي. وكحول موجود؟ في العتبه موجود. اه موجود. بكام تقريبا؟ لا والله مش عارف سؤال. يلا وريني. الوحيد اللي هتلاقي فيه كلور والكلام ده كرداسه. كرداسه؟ من باب الشعريه. مش عايزين كلور. من باب الشعريه. التجار قالوا كل شيء موجود ومتوفر، نتمنى هذا. قصه الكلور والمطهرات ليها تكمله هنبقى نوريها لكم في وقتها.